تعالى. عبادي يلعب اتجاه اللاعب برقديش. برقديش ينطلق في الرواق على الايسر. برقديش يستفيد من الكره يبحث عن حلول يمر الكره عند برقديش. محاوله برقديش تسديد لكن فوق المرمى. يسدد فوق المرمى الصاصي. الحلول حلول الاختراق بالتمريرات ويبقى الحل هو التسديد. لكن حتى تسديد لحد الان كاينش تسديدات مؤطره كلها تمر فوق المرمى كما هو حال هاتي التسديده من طرف البديل زكريا برقديش. رضينا في الورط تحول الحيازه من منتخب الى اخر اتجاه اللاعب برقديش. الكرة في الجهة اليسرى محاولة الدخول والتمرير الجانبي وينتظر أنس نيسي. لقى عند اللاعب زكريا برقديش. زكريا برقديش يحاول كان يعني طلب الكرة من طرف اللاعب عادل شجوع لكن الحكم يعلن عن مخالفة الكرة عند اللاعب برقديش. ظهير الأيسر وهذه يحاول الكرة عند اللاعب برقديش. برقديش من اتجاه اللاعب يوسف العربي واقرب الى الحارس. خطيره 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 هذه المحاولات وحذاري من يلي انفراد ثالث يمكن ان محاوله انطلاق في الهجمه المرتده بالتغطيه لاعب زكريا برقديش. لاعب عند اللاعب كريم حسن محاوله الدخول والتمرير بين اللاعبين تماس لان اقل من دقيقه ونصف على نهاية البحث عن حلول مباريات الوديه المقبله التي يستعد بها لاعب برقديش. لاعب عاطف شيشوح. عاطف شيشوح لاعب برقديش